يعني الأوضاع الاقتصادية، هنالك بعض الولايات لا تزال تعاني من مشاكل تتعلق ب غياب أبسط الخدمات، يعني غياب المياه، غياب الكهرباء. هنالك مشاهد يعني بثت خلال الأشهر الماضية من بعض المدن والقرى في الداخل، تقريبا مشاهد أقرب للمجاعة من أي وصف آخر، يعني مشاهد يعني للبؤس وللحرمان ولغياب أبسط المقومات. وفي فرق صحفية وقفت على مشاهد من هذا الموضوع ووثقته بشكل يعني واضح. إذن الأوضاع الاقتصادية هناك انفصام ما بين الأرقام التي تقدمها الحكومة وعلى الأقل مشاهد من بعض الولايات والقرى في الداخل، في كيف مشاكل في المياه، في عبد البقر لا يوجد مياه، يعني في مشاهد محدده، يعني في ايضا خدمات ضروريه واساسيه غائبه عن مدن كبرى ومهمه. كانك ما بقيتش ما قلته. انت اعطيتني سؤال، السؤال اللي طرحت علي ما هو في صالح اللي قلت كامل. من قال موريتاني من عند استقلالها علينا؟ ايش فيه من المدن اللي كان فيها المياه اولا؟ شوف اللي فات عدل من 2008 لا 2009 الى شوف اولا نبداو مدينه تكمله المياه في مدينه نوابشوط اللي قال لكم هون في الماضي عنه ما لا يحصل ما هو سبع ايمان ولا ما اعرف كم هو الكهرباء. نبدا بالمياه عقب نرجع الكهرباء. عقب ذاك مقطع الحشار، مقطع الحجار كم من كيلو من 108 108 مجية هنا كان مطلوب الدولة الأوروبية تموله وكانت تنكفر به، وكانت النظام اللي سابي كان يحانيهم يموله له، وكنت جاي من فرنسا وطلبوا مني الإسبانيوليين عن نوطة فيهم وطرحت عليهم القضية مياه مدينة مقطع الحجار، وقالوا عنهم لا يعدلوا. منين رجعت هنا منين فهمت باطل الكلام وسمعت ذاك اللي قال لي ايطون الهندسه العسكريه وعدل وفق مقطع الحجار شرب ما كان شارب، وراه المدينه اللي وراها اسمها سانغرافا شربت ما كان شارب، سيدي بابي ما كان شارب من الاستقلال الى 2000 الى 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 2014 15 16 ترنا الماء من البحر وعاد شارب وشرب القرى اللي كان بيدون. داين قيسو أفطوط الشرقي مقاطعة قدر من المقاطعات، يعني ما هي مقاطعة واحدة، هي شم السكان كامل بين ولايتين، حداهم 750 مليون متر مكعب من الماء وهم خارجين العطش كاملين. اول ما لفت انتباهي مجي لهم ما اخذت على قريه ديك الساعه لانهم بعد قاعد ما قط شافوا رئيس، ما قط شافوا رئيس، كل منطقه ناخذ عليها نشوف دا البيدونات يطلبوا الماء. عدلنا مشروع ومولناه وصل لهم الماء وصل لهم الطريق. ننتقلوا للحوض الشرقي، الحوض الشرقي المظهر كان موجود. أنا جيت 2008 كم السنة عقب الاستقلال؟ كم السنة؟ 58 من درك كانهم جا قط وعدل لهم والله قط من دار فماتية تي والله قط شهر حاسي بعد لا حاسي بعد لا فماتية اللي شهر من الحسيان المعروف ينباع من فماتية مسؤولين كبار. ما وصل النعمة وتنبتغ ولا هي وصل العيون إن شاء الله. هذا ينفي قضية العطش. كيف في ثلاثة أشهر الأربعة الانتاج اللي عندها لا يضاعف 100 120%. انا عنهم كانوا يجبروا 2500 ولا ذاك لا يجي 1000 دينار ذاك، المهم لا يضاعف لهم اللي عندهم من الماء. وفي دراسه الان على مكتبي معدلة الشركه الصينيه جيبت لهم الماء من النهر الى كيفا
عندنا هذه المدن الشمالية اللي أيضا ما زالت تضرر من العطش. عندنا مشروع ودراسته مباركة مع دارة عدوافية، هو مد أنابيب من النهر إلى الزوارات، يستقي الأشخاص والزراعة والمعادن أيضا. إلى قلت لي عن فماتية عن موريتانيا مليون من كيلومتر مربع، هذا يعدل فيه وعدل له في السنوات ست سنوات ثمانية الماضية، وانت قلت عنك 58 عن 58 زي ذاك ما يعدل شيء من هذا الكلام، يعني مدة تعود منصفة، ما تتم لا تنقد وتتم لا ماشي تقول هذا ما يعدل الناس خالية بالعطش. هو يقدر حد يقوله يعني مين تجبه وتدقق الامور وتشوف، طالما هذا كامل لا شيء من الدعايات والاكاذيب للاسف اللي ما تقدم الدول لانه ما لاش من الافكار. رجعوا الكهرباء نفس الشيء، احنا استقلينا مع السنغال واستقلينا مع مالي، سبقونا هم بزمن شوي، قطعنا وحاجه اللي هون 2013 كنت عدت هون مقابله وكنت نقول صحفي كان يقول لي قضيه الكهرباء، قلت الكهرباء ندور نصدرها، قلت للدول يا دي مين نجبرهم منها بعد قاعد اللي كان هنا سيدي بامال كان لون دي فوكوليك لا اليوم نصدره لها الدول اللي احنا نمانات اياها. وحتى انا عندنا مدي نوع الطاقه اللي عندنا مدي من الطاقه المتشدده اللي لا طلع حتى طلعوا اسعار البترول والنوع لا يتموا عندنا وضعيه مريحه، يعني ننتج الكهرباء من الرياح ننتجها من الشمس، وايضا ارضنا مدي ما هي مساعده من جهه، لان من هون الى النعمه 1150 كيلو متر، ومن هون الى زوالات 800 وشي، ومن هون الى ماديبو 470، وهذا كامل لا يرتبط بالاعمده الكهربائيه. ناقشوط فيها تبدا ناقشوط الوادي فيها تبدا، معناها عندنا من ينتجوا كيلو وات واحد في الوادي بنقدروا نوصلوه للناقشوط وتمويله وانجبار ومبارك معاه وعدل. نفس الشيء زوارات ناقشوط المعادن اللي فماتي لا يتم يجيهم الكهرباء من ناقشوط ولا تيها الكهرباء اللي متجدده، لان يعني عندنا 100 ميجا وات مبارك معاه لهيتوها اركاتيها في بولنوار، وعندنا 30 هوناتيه ونصدروا الكهرباء للسنغال، نصدروها لاخوتنا هؤلاء الماليين. هذا حد يقول عن الناس عنها خليتها ظلمه وخليها العطش، يقال الواقع ذو هو خلاص. موريتانيا ايش كانت عندها؟ ايش كان عندها من هذه القطاعات؟ وش هي الوضعيه اللي كانت فيها هذه القطاعات في الماضي؟ وش هي وضعيتها الان؟ اللي وضعيه مريحه الحمد لله. الدول اللي مشات عنا فرنسا اللي مشات عنا كانت مستعمرتنا خلتنا في وضعيه، وذيك الوضعيه تمينا فيها حكم ما تغير شيء. شنو هو؟ ناقشوط كانوا فيها كانت فيها 28 ميجا وات اللي كانت فيه دائما خاسره، كانت تعرفوا عن الله وينقطع عن كل جهه، واطار كانت فيها 500 اطار في حكم النص اللي كان في ناقشوط 2008 كهرباء. والنعمه اذا بيكت الاحواش الى امورش الاعمده مبارك معهم داروا، وعندنا مشروع ايضا مبارك معه حكما في تتفقنا مع تمويله لا يمشي تمشي الكهرباء من بوتليميت الى النعمه، لان عندنا من التمويل ومن الشفافية التسيير اللي عدلنا هذا الخط اللي بين زويرات ناقشوط بقى منه من الفضاء اللي قد اللي مول لنا يربط خط ماديبو بخط ناقشوط زويرات ولا عقب ينصر شهر بوتيليميت. يعني مشكلة الكهرباء في عامين هذول ما زالت عندنا فيها أي مشكلة، قد يعودوا طفوا اللي عندنا من المحركات الكهربائية كاملة، مولدات كهربائية كاملة. سيد الرئيس ربما إذا عن هذا غير تقدر تقول لي مسألة عن خارجين قريات صغيرة ما عندهم الكهرباء، لك حق. ما سيد الرئيس في قرى يعني من دون مياه
هي موريتانيا مليون يعني موريتانيا مليون كيلومتر مربع. يعني عبد البقرو مثلا يعني مدينة كبيرة ليست صغيرة. غير موريتانيا مليون كيلومتر مربع. وفيها بريدات اللي ما فيهم الماء إطلاقا، إذا ظليت تجهر 100,000 متر تحت ما تجبر الماء، ما تجبر الماء إطلاقا. ما وبارك معهم يسووا مشاكلهم عن طريق أنابيب لها يجوا من بلدات ثانية. وفيهم بدي مشكلة مطروحة أن كل مجموعة كل خيمة كانت تسرح في بليدة ولا تنمي حيوانها هم تعدل دولة وحدها ويجيها الضوء ويجيها ومحرك ومولد كهربائي لا ينطر الماء ما يقدر يشتغل الخيمة واحدة لأنه يعني يزق لك 10-20 لتر أدناهم يزق لك 20 لتر للساحة و20 لتر قاعد مين تقعد عندك بعد شريه تقعد تسكن في المدينة وتقعد عندك أي مشكلة ما. هذا ذو ودي وأسامة أم اللي ما عدنا كيف الناس اللي سابقين فكرنا تجميع بعض القريات كيف تبيك تلحواش قال طرح لي مشكلة تبيك تلحواش كان خاص من المليون والله الشامي كان خاص كان أهله كان خاص من الماء يقال الوضعية اللي كانوا فيها واحدين في مرزبة واحدين في بلد الفلانية واحدين في بلد الفلانية لا 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 يخليهم العطش والناس كانت تموت للعطش الماتية إذا من عاد في مدينة قال ما تشوفوه للأسف طيب سيد الرئيس جانب الموضوع لا يتعلق بمقارنة ما بين أدائها النظام والأنظمة السابقة بقدر ما يتعلق بجوانب من الحياة لا تزال فيها مشاكل حقيقية يعني بغض النظر عن أداء الحكومة في بعض الجوانب أو بعض صحيح المشاريع صحيح. الآن سؤالي يتعلق الأخير يتعلق بالحالة المعيشية والاقتصادية هنالك حالة من ارتفاع الأسعار شبه دائمة خاصة في المواد الأساسية الأرز وغيره من المواد وحديث أيضا عن تراجع في الأوقية شبه دائم وهذا أدى بشكل مباشر إلى حالة من التضخم تؤثر بشكل مباشر على 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 السوق الآن المجتمع البريطاني ونسبة معتبرة منه فقيرة تحت تأثير سلبي لهذه المعادلة معادلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض قيمة العمل هل لديكم تفسير لهذا الموضوع؟ لي تفسير له بعد لأن هذا واقع على كل حال الشعب الموريتاني فيه 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 فيه, فيه الفقراء وفيه الأغنياء وفيه الناس المتوسطة تماما والأسعار مملي من الواقع أنهم يتموا لا ينزادوا اللي له 20 سنة و 30 سنة و 40 سنة من يتخلص الأسعار تجبرهم لا ينزادوا لا ينزادوا ولا يقضوا الأسعار لا يتموا لا ينزادوا يقر لا يتعدى المقارنة خلص الأسعار اللي هنا تيها لمطبقين هنا تيها وخرص الأسعار اللي في الدول مجاورتنا كاملة يكان هم أخفض يكان ما الدول تشتري من عندنا إحنا هنا تيها المواد اللي جاية مستوردة من الخارج اللي مستوردة من الخارج ومديول عليها الضرائب وتمشي من موريتانيا وتنباع ويربحوها الهشر الدول الجوار هاش تفسيرك لشنو هو هذا؟ أعطى عليك سؤال بعضه يتعلق بوسائل النقل غير مطلة على ما عندها ما مالي مثلا في واحدين اللي ابحى واحد لا انا اعطيك تفسير واحد قلت لهم هذيك دوله واحده منهم الدول الثانيه خلصهم خلاص يقول شوف قضيه الاسعار دائما يتم لا يرتفع ولا يتم لا يزادوا اليوم اذا عاد بالفوقيه دور عاد عامين وثلاثه واربعه خمسه يقول مودي دخل المواطن يزاد يتفق معاك والوضعية اللي كانوا فيها المواطنين لا تقول لي لا عن الناس تعيش مأساة والنوع هذا هو يقول أنا يغير ما يتخرص وتعود واقعي تخرص الحمد لله هذا اللي هو من السيارات يحرك مدينة نواكشوط والوسائل اللي الناس أنا 85 إحنا كنا هون بنواكشوط 85 من داير مكيف في داره كان نواكشوط كان داير مكيف في نواكشوط الحمد لله عرفت أجبرها في الأحياء الشعبية والناس البنات هاي الناس اللي كانت ساكنة هون في البرقة اللي براق في ثلاث ماطر في ثلاثة في خمسة باقي ستة الحمد لله اليوم تجبرهم بجارهم عادوا في ملح وفي بليدات وفي ترحيل وعندهم مكيفات وعندهم الكهرباء وعندهم والآن حانوا به تمويل خط كهرباء إلى يتمولون دولة فلانية تعرفوا سنكين من مولكم ذيك الساعة هنا تيها الكهرباء الحمد لله الدولة إمكانياتها وش عندكم شركة ما هي فارسة وماشي تتقدم يقرر مأساة حد هم يقول هم الله يشيم هو ينباطل يقول هم يقرر الواقع شيء ثاني
حد ما يتم حل الامور ويعود واقعي فيهم، ما يعود الا انا ماني من الزر ولاني من الاتجاه ولاني من التوجه. الدوله خاليه والشعب خالي، اذا مكذبوا الواقع ما تجي تطرح لي هو انقطاع، تقول لي عن ما اعدل فيه، ياسر عن ما تقدمني فيه، تقدم لي ملحوظ ملحوظ ومن معدل من رؤيه البلد، رؤيه البلد ومن تمويل من البلد ومن تسيير الحكومه. Monsieur le Président.